بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله معايا نشاط جديد اسمه ايه؟ اسمه اكشف اوراقك. اكشف ايه؟ اوراقك. انا كاتب لك دلوقتي على السبوره اربع اسئله عن درس اليوم اللي هو محمد علي وليا على ايه؟ على مصر. طبعا الدرس لسه ما ايه؟ ما انشرحش، فانت هتكتب الاجابات بناء على معرفتك السابقه، تشوف ممكن تحلها ازاي بناء على الدروس اللي احنا شرحناها ايه قبل كده. الاربع اسئله بيقولوا ايه؟ بما تفسر راى العثمانيين انهم الاحق بحكم مصر، بما تفسر تطلع المماليك الى الانفراد بحكم مصر. السؤال الثالث، طمع الانجليز في بسط نفوذهم على مصر. السؤال الرابع، بما تفسر ضغط الزعامه الشعبيه على الدوله الايه؟ العثمانيه. وابدا اجابتك ومعاك دقيقتين. اتفضل ابدا حل. حل اللي انت عارفه من الأسئلة وما تنقلش الأسئلة كلها او ما تنقلش السؤال، اكتب الإجابات فقط. اكتب عندك جيم واحد إجابته كذا ونشوف انت هتعرف تحل كام سؤال من الأربعة. تحلهم كلك؟ تحل ثلاثة؟ مش هتحل فيهم ولا ايه؟ ولا واحد. بناء على شرحنا للدروس اللي قبل كده تقدر تفهم ايه او تحل ايه من الأربع أسئلة دول. دلوقتي الوقت بتاعنا ايه؟ خلص. شوف محمد، محلش محمود، ها محلش فيش، ها ميحة حلت حاجة واحدة، وريني شوك صح ولا غلط. ها برافو عليك، عامل واحدة بس طلعت صح. ها يوسف برضو، ها عمل واحدة برافو عشان طلعت صح. ها محمود غانم، ها ماشي عامل ثلاثة ايه؟ ثلاثة صح بالاربعة. ها ها في البلد ناس ما حلتش خالص، ها مش مشكلة بس انت، ها الشمعة بتاعتنا، ها ها ماشي عاملة اثنين من الاربعة صح. ها سارة في واحدة غلط، تعمل ثلاثة بس عاملة واحدة غلط. سارة ماشي، ها تمام، ها تمام عاملة اثنين صح. ها مريم، ها عاملة ثلاثة صح. ها خلود، ها في ثلاثة صح، فاضل لك سؤال. ها تمام دلوقتي في ناس حل اثنين، في ناس ايه يا رغد بتزعلني ليه يا رغد؟ بالراحة انا زي ابوكي برضه. تمام حل ثلاثة من الأربعة صح. ها تمام اقفل بقى الورق اللي معاك، اقفله اقلبه على وشه عشان هنبدأ في شرح الدرس ونرجع تاني نعمل نفس النشاط في آخر الحصة ونشوف الناس اللي محلتش خالص هتعرف تحل، الناس اللي حلت اتنين أو تلاتة هتعرف تحل، الناس اللي كان فاضل لها نقطة هتكملها ولا إيه ولا لأ. دلوقتي بعد ما شرحت الدرس بتاعي كان في أربع أسئلة إحنا بدأنا بهم الإيه؟ الدرس. كان في ناس محلتش ولا سؤال، كان في ناس حلت سؤالين أو ثلاثة، وكان في بعض الإجابات الإيه؟ الخاطئة. طب دلوقتي إحنا بعد ما شرحنا الدرس هنرجع تاني لأول نشاط اللي هو اكشف أوراقك، ولك اكشف الورق اللي معاك وحل الأسئلة إيه؟ تاني. ابدأ. نبدأ في حل الأسئلة تاني اللي هي بما تفسر صفحة تانية أو الصفحة اللي قدامك. بما تفسر رأى العثمانيين أنهم الأحق بحكم مصر، بما تفسر تطلع المماليك إلى الانفراد بحكم مصر، بما تفسر طمع الإنجليز في بسط نفوذهم على مصر، بما تفسر ضغط الزعامة الشعبية على الدولة العثمانية، ونقارن إجاباتك أنت جبتها في أول الحصة بإجاباتك دلوقتي ونشوف الناس. يا عم بدر الناس جتش حل خالص، هتبدأ تحل تاني أو سؤالين أو ثلاثة ولا هتحل الأربعة إيه؟ الأربعة صح. ورجعنا لكم تاني ونكشف اوراقنا للمره الايه؟ الثانيه، ونشوف الناس اللي ما كانتش حله والناس اللي كانت حله اجابات صحيحه او ايه؟ او خطا. ونبدا طبعا بالصبيان اللي كان ورقهم كله ما شاء الله ايه؟ ابيض. الباشا لسه بينقل، خلصت حليت ثلاثه مش مشكله. ها ها برافو، ما كنتش كاتب حاجه خالص، كتبت ثلاثه صح. ها برضو ثلاثه صح. ها ها الاربعه صح. ها محمود، ها تمام، ها ميحة، ها تمام يا ميحة، ها برافو الأربعة صح. يوسف، ها ياسين خلصت؟ ها طب يلا حبيبي الجدع محمود، أنت كنت حلل ثلاثة صح تمام، كملت الإجابة كانت ناقصة كده. كشفنا أوراقنا خلاص، شوف البنات، ها صح، ها صح ثلاثة، فاضل لك واحدة. ها تمام انا شايف ايه كده؟ نرجع ورا مكاننا، ارجع مكانك يا خلود. ها
تمام. بسند، ها ماري، ملك، ها سارة، ها خلاص. ايه استاذ؟ خلاص خلاص تمام. ايه يا رغد، انت تضربيني يا رغد النهارده؟ انا عارف يا حبيبتي. يا نهار ابيض، اسف. خلاص نقعد 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 تاني دلوقتي. النشاط اكشف اوراقك. عملنا نشاط في بدايه الحصه، ناس حلت وناس ما حلتش. في اخر الحصه ما شاء الله تقريبا 99% منكم كتب الاجابات ايه؟ صحيحه. الناس ما كانتش كاتبه خالص، حلت اثنين او ثلاثه. في ناس خلصت الاربع ايه؟ الاربع اجابات بتاعتنا. تمام، مش الرابعه؟ قال ده اسمه اكشف ايه؟ سنه سته، صح مؤاخذه، سنه سته.